عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي مسانا بأخبار حصرية عما دار وجرى في عالم التيك توك. عاش عاش والخبر الأول يقول: نظرية هل رهف من أهل جازان هل حقيقة أم كذبة؟ عاش عاش عاش. منصور الزايد يقع في معرض العطور مثل ما وقع بالحب. والحين والحين تعشقني أول بي في صورة مفبركة وجد فيها أن عزوز واو يضع مساحيق التجميل، هل نقدر نقول سقط جسر الواوات؟ الله أعلم. سبحان الله يا إخوان، تقويمه ينشاف من مسافة 10 كيلو. شايفك والله شايفك والله. سبحان الله يا إخوان. الزبدة يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا بداية سنة جديدة، لكن ابتدي يا مرحبا يا مسحب. أحلى سنة والله. لا تحرج العالم. أحلى سنة أنك فتحتها بوجه. لا أسوأ سنة. المهم الربع نكمل. الحين يقولون ليش ما تصور منثور؟ ليش؟ ليش وينك ليوم الله على الدقن. واه ناقص عارض بس كذا. هذه من انجازات سنه 2003. هذه انجازاتك؟ نعم قريب. شيء عجيب صراحه. انت خلص الكلام عليك صراحه، ما بقى الضرب العام خلاص. حبيبك ان شاء الله حبيبي، لا بقلبك انت اسوقك. المهم من السنه اللي طافت ما شفتك يا اخي. رياكشن على السريع. الله. يا مرحبا. بس امسك ابو شنطه غاليه. ليش تقلدني؟ ما قلدتك يعني، معلش. اذا احنا جينا هدايا وكذا تقليد، حتى في الهدايا وعين الحسود، حتى في السنه الجديده يحسدون. اعوذ بالله. ما يوصل ما يوصل. لا وصلنا سنه. يا حال مره ثانيه. واحد هذا هذا. يا هلا والله، هلا بالشيخ. من اليوم صور لي صوره من يصور. لا ما قلت صور. طيب عطني تبيله. الله يبيض وجيهكم، قسم بالله يا الركاب عندي قاعده تتنافض. لبى قلبكم. شكرا. وين شماغك؟ وين عقالك؟ اخذوهم ما عاد ما شماغ. الله يبيضك والله يا عيال، يعني شيء صراحه يفك الحجر. الله يسعدكم يا رب. لكن يا عيال في واحد معه دقن. يا الله يا رب. صراحه يا جماعه من قوه الفخر، حتى انا جيت قلت اني ممكن صوره. هذا اللي هذا هذا اللي يكتب الفخر وصل غلاف الجو. يا الله. يا حبيبي انتم والله، انتم يا عيال وجودكم في حياتي عندك دوام.